ليش قطعوا راتبك ابو حسن؟ والله هيك راتب رعايه؟ اي حوالي استلم 15 سنه جيت جاي استلم راتب قالوا راتبك مقطوع. ليش؟ رحت قال اعطوني 7 نسخ للتقاعد والزراعه وكل افتريت جبت لهم براءه مشيتهم كلهم جبت لهم براءه ذمه كل شيء ما باسمي انطيتها لهم اجلوني شهرين النوبه جيت مرت الاخ قال لي سوي التمييز سوي التمييز بقيت حوالي 7 اشهر اراجع قالوا لي ما لك راتب بعد وانا استلم 15 سنه 15 سنه راتب 15 سنه تستلم راتب اي وقطعوا من عندي بدون سبب ما اعرف شنو السبب شنو رحت راجعت مرتلو 7 اشهر رحت راجعت شو يقولوا لك؟ انه بدكيت اسمي بالحاسب وقال لي بعد ماكو اسمك شالوه شالوه خلوه غير واحد بكام 15 سنه ايوه تاخذ ايه. جهز يقول لك شالوه شالوه راح بعد ما لك راتب شايب لك هيك شو تسوي عاد؟ وين اروح؟ عبدالة الرعايه؟ اي بالرعايه